السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. من اعظم الاختراعات في مكن الحلاقة بجد بجد، ازاي المكنة دي او اي مكنة شبه دي مش موجودة عند الناس كلها. كانوا عاملين استبيان للستات، يعني بيقولوا ايه اكتر راجل بتشمئزي منه، يعني ايه اكتر واحد بتشمئزي منه. قالت لك اللي ليه شعر في مراخيره، اللي بيبقى بكلمه وشعر مراخيره نازل من مراخيره كده. فالموضوع بيبقى صعب قوي قوي قوي، حته الرجاله او الستات حتى اللي بتبقى مناخيرهم نازله منها شعر. بصراحه الموضوع صعب قوي، انا كنت بعاني فعلا في حلق شعر مناخيري كده اللي انا اسويه، وكنت بعاني فيه فعلا فعلا لحد ما لقيت المكنه دي. المكنه دي يا جماعه انا شاريها من حوالي شهر ب 130 جنيه. انت لو نزلت العتبة وقلت لهم انا عايز مكن للمراخير بس، دي مكنة فيها اكتر من قطعة، وفي اكتر من مكنة في 5000 نوع اللي تقدر عليه جيبه. مكنة زي دي تعمل كل اسبوع مناخيرك، وعلى فكرة ما بتجرحش، يعني بتضرب تعمل ما بتجرحش، مريحة جدا، وفي نفس الوقت ما تشيلش جوه خالص كل شعرك، يعني شيل بس الحروف دي. وهي حلاوتها ان هي من الجناب اهي، في حروف ليها من الجناب، يعني ممكن لو انت عملتها كده تشيل لك الشعر اللي هو المستخبي اللي هنا، انت ممكن تضربها هنا كده وتعمل هنا كده فعلا فعلا. وكمان بقى اللي هو شعر الودان، الناس مثلا بتبقى عندها شعر ودان كتير دي تمشي عليها. بجد بجد دي من افضل المكن الحلاقه اللي انا اشتريته في حياتي، مش بهزر. المكنه دي فعلا فعلا فرقت في حياتي 180 درجه فعلا فعلا. انا كنت الاول باجي كل فتره اجي اعمل ايدي كده هنا كده الاقي في شعر طالع، المكنه دي في كل اسبوع بطير بيها اي شعر. بجد بجد لازم، يعني احنا دلوقتي بقينا 2023 بقى، والناس بتركز في تفاصيل وبيرسونال كير وعنايه شخصيه وحاجات زي كده كتير، وبقى في وعي كتير عن زمان. اتمنى تجيب مكنه زي دي، اشتريها اونلاين، اشتريها من اي حته. انا مش بقول لك دي شبه المكنه دي، شبه الراس دي، بجد بجد مكنه اختراع بجد. تابعوني، الحاجات الشخصيه دي انا بحبها جدا، يعني انا عندي ولا حوالي 6 مكنات، مش من دي، يعني مكنات شعر ومكنات دقن وكده، انا بعشق العنايه الشخصيه. فتابعوني وان شاء الله ان شاء الله يعني افيدكم واستفيد منكم طبعا. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي. قناه السرشاجي خش على اليوتيوب وشوفها، ولو مش عارفها خش عندي على الاكونت وهتلاقي الرابط بتاعها موجود. واتمنى لو عجبك الفيديو تعمل اشتراك لو انت على اليوتيوب، ولو انت على التيك توك تعمل فولو. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.